لم تتوقف المفاوضات مع إمام مسجد بلال بن رباح الشيخ أحمد الأسير في محاولة لثنيه عن الاعتصام المستمر منذ 6 أيام عند المدخل الشمالي لمدينة صيدا. أبرز هذه الاتصالات تولاها وزير الداخلية والبلديات مروان شربل. ويوم الأحد تلقى الشيخ الأسير 3 اتصالات هاتفية من شربل ناقلا إليه رسائل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. وفيما يلي التفاصيل، يقول الشيخ الأسير لوزير الداخلية الذي عرض عليه صيغة مشرفة لفض الاعتصام: إنني أريد أن يؤكد الطرف المعني بالسلاح أي حزب الله المؤكد بالنسبة إليه، أي أن يناقش قضية السلاح على طاولة الحوار بشكل جدي، وأن يتصل رئيس الجمهورية بالنائب محمد رعد ويحصل منه على ضمانات جدية بمناقشة موضوع السلاح مباشرة على الطاولة. الوزير شربل عاود الاتصال بالأسير مؤكدا أنه لا يمكن أن يطلب هذا الأمر من الرئيس سليمان، مضيفا أن الرئيس يسلم عليه، وهو طلب منه أن يقرأ له بيان طاولة الحوار الأخير الذي يؤكد على بحث قضية السلاح واستراتيجية الدفاعية. هنا قال الشيخ الأسير: هذه الأخبار مسموعة من قبلنا منذ 7 سنوات، لكن الرئيس هو ضحية طاولة الحوار عندما لا تتعاطى الأطراف المعنية بالسلاح بجدية. فرد شربل: إن الرئيس سيكون حاسما هذه المرة بالموضوع. عندها أجابه الأسير إنه لا يشك بجدية الرئيس، بل إن المطلوب جدية الطرف المعني بالسلاح، لذلك لن أقبل بفض الاعتصام لأن القضية ليست شخصية إنما هي قضية كرامة. الوزير شربل اتصل مرة ثالثة بالأسير ناقلا له تحيات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مؤكدا له أن ميقاتي يكفل بحث هذا الموضوع بجدية. فرد الأسير: رئيس الحكومة هو كان قاعد معه مرتين على طاولة الحوار وما تعاملوا بجدية. فبيستاهل يا أستاذ رعد يا الثاني حلال تعطونا ضمانات جدية. الأسير وعد بفض الاعتصام ولكن بعد تلبية بعض المطالب التي قال إنها تفصيلية، ومن بينها الإفراج عن الشاب محمد البابا الموقوف في تهمة الانتماء إلى جند الشام، إعادة مسجد الحاج عفيف الصلح في النجاري للأوقاف السنية في صيدا، ووقف الاعتداءات على مسجد بلال بن رباح في عبرة بحسب ما يقول الشيخ أحمد الأسير.